بعد أسبوع جيد جداً هو الثالث، شو بتقول الأفلاك لمواليد الجدي بالأسبوع الرابع من شهر آب أغسطس 2024؟ يا عزيزي كون حذر جداً بين الخميس والسبت، بين الخميس 22 والسبت 24، دروس بهدوء كل شيء عم بيصير وانتبه لكل الفرص يلي تتاح لك. إياك والارتجال أو التعنت بهالوقت لأن أيام هيدي معاكسة. أجل للأحد 25، شو عليه؟ فيك تأجل كل إجراء ضروري ومهم. بهالوقت الشمس بتدخل إلى برج العذراء، يعني منيحة بدخولها إلى العذراء، فبتساعدك على تمتين أوضاعك. بتتلقى ابتداء من التنين 26 دعم من الخارج وفرص مهمة بتناديك، ويمكن تستوجب السفر. بتكون علاقتك جيدة جدا وحواراتك غنية جدا بين الثلاثة والأربعة، الثلاثة 27 والأربعة 28. بيسطع نجمك وبتسمع شيء بيفيدك جدا وتفتح قدامك الأبواب. بس رجع كون حذر جدا. نهار الخميس 29 أو بين الخميس 29 والجمعة 30، إلزم الصمت بحرص على عدم البوح بأسرارك. يمكن تشتد المنافسة وتعيش نزاع بمحيطك العائلي. أما السبت 31 فبيحمل لك مكافأة أو بيعوضك عن خسارة أو بيجعلك توسع دائرة نشاطاتك.